أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء على الكفار بصورة عامة؟ الدعاء على الكفار بصورة عامة إذا حصل منهم ظلم، إذا حصل منهم ظلم واعتدى على المسلمين لا بأس أن يدعى عليهم. أما الدعاء عليهم بدون ظلم حصل منهم فنحن ندعوهم إلى الإسلام، الواجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، نسأل الله لهم الهداية، ولا ندعو عليهم إلا إذا حصل منهم تعدي أو ظلم على المسلمين. نعم.